ساوند راديو. رجعنا لكم مستمعينا الكرام من بعد تريكات والحركات. وكيف ما قلت غادي نورنا اليوم مستمعينا الكرام واحد الضيف، واحد الشاب، واحد الموهوب، رضوان الياسيني. الو رضوان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام رضوان، لاباس عليك؟ اهلا وسهلا لعائشة، كل شيء بخير؟ وانت لاباس بخير؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك عليك رضوان اغنيتك جديده بنت الناس. الله يخليك الله يحفظك، شكرا بزاف. مرحبا، ويحصل لي الشرف اني ندوز معك في هذا البرنامج الشيق. مرحبا بك رضوان، مرحبا بك. يبارك فيك. اذا رضوان كيف ما قلت اليوم جيتينا رضوان بواحد العمل جديد، بواحد الاغنيه جميله بزاف ما شاء الله. شكرا بزاف. تكلم لينا عليها شويه، كيفاش جات الفكره، شكون عاونك، يعني الكواليس، هضر لينا عليها شويه. مرحبا. المهم نقدم لكم راسي هو رضوان الياسيني، 28 سنه، كبرت في مدينة طنجة منذ الصغر، كانت عندي 8 سنين، ومن ثم من طبيعة الحال سنة 2016 كان بداية المشوار الفني ديالي، ولله الحمد توفقنا حتى عملنا هذا العمل اللي خرج من الأعماق ديال قلوبنا باش نوصل واحد رسالة هادفة، وخاصة رسالة ديال تشجيع الشباب على الزواج. بغينا نبينوا التقاليد ديال الأعراس المغربية ديالنا، وكيفاش طبعا الحال عنده واحد الميزة خاصة، وبغينا نبينوا حتى في السيناريو اللي غيشوف فيديو كليب كيفاش خصها تكون بنت الناس، وكيفاش خصو يكون حتى ولدنا، كيفاش خصو يكون في البداية ديال إذا بغى يتزوج خصو يتقرب الله سبحانه وتعالى، ويجي من الباب يقصد الباب كما شفتوا في السيناريو. البداية الفكرة ديال هاد الفيديو كليب وهاد الأغنية ديال بنت الناس كانت في كونفينمون في الحجر الصحي. الحمد لله بديت الكتابة ديالها في ديك اللحظة اللي كان عندي واحد العمل توعوي تحسيسي ديال بقى في دارك. من موراها بديت كنكتب هاد الكلمات وسجلناها واقترحت على الأصدقاء ديالي حتى اللي يساندوني كذلك في الفكرة ديال هاد العمل هذا. كنشكرهم من هذا المنبر بزاف، منهم المخرج المتألق سيدي ياسين وستيليست سعادة اللي تبارك الله عليه، كنشكرهم من هذا المنبر اللي مصمم رائع الله يوفقه، وكذلك المانجر سي محمد أمنكور اللي تبارك الله عليه. أكيد تبارك الله على محمد أمنكور الصديق ديالنا، وهو صراحة كيوقف مع الشباب اللي كيبغيو أو كيحاولوا باش يدخلوا الدومين ديال الفن والغناء، فهو تبارك الله عليه دائما كيحاول يساعد. أكيد كملنا. واخا عائشة شكرا. وكذلك لالا قمر اللي مثلت معنا في هذا الدور، الفنانة المتألقة اللي صراحة كنشكرها من هذا المنبر، كانت التمثيل ديالها تمثيل رائع، لأن الناس اللي شافوا فيديو كليب قالوا صراحة مثلت واحد الدور اللي ما بانش عليها ارتجال ولا الخوف ولا شي حاجة، زعما بحالي عندها واحد الاكسبيريونس. هي ايضا يعني الموديل اللي جات معك في الكليب رضوان هي ايضا فنانة ديال الحضرة الشفشاونية، ياك رضوان؟ عندها صوت جميل، كنت غادي نقول لك صوت جميل ما شاء الله عندها، وهي الاسم ديال قمر. عمل انا حنا كنخططوا ان شاء الله باش نعملوا شي عمل شي ديو انا ان شاء الله ديال نهضروا فيها الاخر ديال الحلقه، غادي يكون عمل ديني ان شاء الله، ياك؟ ان شاء الله ان شاء الله غادي نهضروا فيها في النهايه ديال الحلقه. اذا رضوان قلتي انا الفكره ديال الاغنيه او ديال الكليب جاتك في الكونفينمون، او ملي كنا جالسين او ملي كنتي جالس ما كايناش الخدمه، يعني واش جاتك هاد الفكره من خلال انك انت باغي تزوج او تينا ديجا مزوج، او يعني قلنا كيفاش؟ لا انا باقي ما مزوجش، حتى انا كندعي وكناجي الله سبحانه وتعالى يجيب لي شي بنت الناس ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. انا صراحه كنشوف بزاف ديال المؤثرين كيقلدوا الغرب وخاصه في هذه الوتره ديال الزواج، قلت ولما لا نعمل واحد العمل اللي نرجعوا فيه التراث ديالنا والاجداد ديالنا، كيفاش كانوا من كيبغيو يتزوجوا، كيفاش كيبداو المشوار ديال الزواج، كيفاش كيبداو نقولوا مثلا من ازيرو من البدايه، كيفاش كيبداو انهم طبيعه الحال كاين بعد نقولوا مثلا الانسان كيتقرب الله سبحانه وتعالى، وكذلك كيفاش بنت الناس خصها تكون كتكون خصها تكون متقربه من الله سبحانه وتعالى. وانا بغيت نجسد هذا التراث ديالنا ديال الاعراس المغربيه، وكذلك بعد الافكار نتوما الشيف اذا شفتي في
في السيناريو ديال الفيديو كليب عملت واحد المفاجأة اللي هي العمرة، لأن كنشوفوا بزاف ديال المؤثرين كيعملوا مفاجأة ديال السفر لباريس دبي. أنا بغينا نختلفوا، يعني حاولتي تقدم واحد رسالة مختلفة اللي كيقدموها دابا المؤثرين أو الفنانين، أنك يعني تاخذ مثلا يعني تكون عندك علاقة عابرة أو يعني بزاف الأشياء. أنت تكلمتي على الزواج أو بديت حاولتي تعالج مشكل ديال العزوف عن الزواج في هذه الأغنية ديالك، ياك رضوان؟ تماما للعائشة، تماما. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك أيضا رضوان. وأغنية ديال بنت الناس أغنية جميلة جدا، غادي نخليو المستمعين الكرام ديالنا معها باش يسمعوها ورجعوا ليك رضوان، خليك معنا. مازالين مواصلين معكم مستمعينا الكرام، ومازال ضيف ديالنا رضوان الياسيني معنا عبر الهاتف. الو رضوان. الو للا عائشة. رضوان اغنية ما شاء الله جميلة بزاف، كلمات وحتى يعني برزتي في الكليب الاعراس ديالنا المغربي كيفاش كتكون، يعني صراحة كليب جميل والاخراج ديالو جميل ايضا. تبارك الله عليك رضوان. للا عائشة، صراحة أنا في الطرناج مين كنا كنعملوا الطرناج ديال الفيديو كليب، كنا كنبوستيو في ستوري بعد الكواليس ديال هذا الكليب هذا، الناس بداو كيدخلوا عليا مبروك ما درتي الله يكمل عليك بالخير. من قوة عملنا داك الشيء، زعما جسدنا داك الشيء بحال اللي عندنا عرس حقيقي، كأنه عرس حقيقي يعني كأنه ماشي غير تورناج ديال كليب، فهو عرس حقيقي. تبارك الله عليك رضوان. الله يبارك فيك رضوان. قل لي من بعد هاد الأغنية ومن بعد ما شاء الله يعني واحد النجاح يعني ملحوظ يعني اللي يعني تقامت بهاد الأغنية، شنو كتطمح يعني رضوان بعد هاد الأغنية شنو باغي؟ ولله الحمد، أنا كنبغي نوجه رسالة مخصصة للشباب، أن أي واحد بغى يوصل خصو يوصل للشهاد ويكافح. وأنا إن شاء الله كنطمح في المستقبل أنني نواصل بنفس الفن الهادف بنفس الرسالة، لأن الفن الهادف عنده واحد الدور مهم في المجتمع، لأن اللي قلتي كيعالج بزاف ديال المشاكل ديال بزاف ديال الانحرافات في المجتمع. وان شاء الله انا كنتمنى انني نزيد نجتهد باش نوصل هذا الفن الهادف لبرد امان ويتعرفوا عليه اكثر الناس اكثر واكثر، ولله ان شاء الله. اذا رضوان اللي فهمنا من عندك انه دائما الاغاني ديالك غادي تكون ان شاء الله فيها رسائل موجهه، هذه الاغنيه عالجتي فيها مثلا عزوف الشباب عن الزواج، ان شاء الله غادي يكونوا عندك اغاني في المستقبل غادي يعالجوا بزاف ديال المشاكل مثلا سواء اجتماعيه ياك ثقافيه، يعني دائما غادي تكون رساله. مستحيل نشوفوا مثلا رضوان كيغني اغنيه عاديه شبابيه يعني دايزه ديال الوقت وصافي. هذا هو اهم شيء، هو ان اي موضوع طرقتي له خصو يكون عنده نقولوا مثلا واحد رساله، واحد الميساج للشباب ولا للمجتمع اللي غيستافدوا منه، ماشي انسان يعمل واحد غايده وصافي ينزل اي اغنيه غير بغي يعمر بها الشين ديالو صافي. العكس، الانسان خصو ينزل واحد العمل. انا قلت لك في هذا العمل 3 شهور حنا كندرسوا غير السيناريو، علاش؟ بغينا نوصلوا واحد الميساج واحد الرساله، وبغينا نردعوا الثقة للشباب أنهم ينوضوا يتوجوا كذلك حتى إن شاء الله ولي مالا البنات. كنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله بغينا نرجعوا لهم ديك الثقة. كاين الشباب عندهم تخوف الرزق وما كاينش بنات الناس وكذا، العكس، الإنسان إذا توكل على الله سبحانه وتعالى ربي كيفتح عليه. تبارك الله عليك، يتقرب الله ربي كيسر الامور ديالك. اكيد رضوان، تبارك الله عليك رضوان. قبل ما نختم معاك نبغي نعرف الجديد ديالك اللي قلتي غادي يكون عمل ديني ياك مع الفنانه اللي كانت معاك في الكليب، ايضا تكلمنا عليه شويه، هضرنا على هذا البروجي شويه. ان شاء الله غيكون عندي عمل مع لالا قمر، حيتاش انا كنت ديجا تكلمت على هذا العمل في بعض اللقاءات صحفية أخرى. هذا العمل إن شاء الله غيكون في رمضان. إحنا كنا عملنا كنا بدينا كنوجدوا واحد الأنشودة دينية على محبة في رسول الله، ولكن ممشينا شجنا ما نسبتنا شي فلاغان في طبقة الصوتية أنا وقمر. دابا حاليا كنشوفوا شي عمل جديد إن شاء الله. إحنا كنكتبوا هاد الكلمات ديال الأغنية جديدة اللي غينا من ناحية ديال لاغام والطبقة الصوتية ديالنا أنا وياها، ولا من ناحية اللحن. احنا دابا حاليا كنوجدون هاد العمل اللي غيكون إن شاء الله في رمضان،
ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا. وغادي يكون على ولا غتكون الاغنيه متحف في الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ياك رضوان، اولا غادي تبدلوا الموضوع؟ قلنا شويه الموضوع، عملنا في التكافل الاجتماعي والتعاون وحب الخير للناس ان شاء الله. احنا كن عاوتاني بغينا نغيروا شويه عاوتاني باش نشجعوا الناس يعملوا الخير. اكيد تبارك الله عليك رضوان، كنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله، ودائما تكون في الحياه ديالك يعني، وتكون اغانيك دائما ناجحه ومسموعه لعند الناس. شكرا لك رضوان الياسيني. ويحصل لي الشرف اني ندوز في هذا البرنامج. مرحبا بك دائما، مرحبا بك. صراحة كنشكرك بزاف على الاستضافة، وكنشكر كذلك الإذاعة كاب راديو والمستمعين ديالها، والله إلا حصل لي الشرف على العيشة. مرحبا رضوان، مرحبا بك رضوان، إن شاء الله نتلاقاو بك مرة أخرى في أعمال أخرى. رضوان الياسيني شكرا لك، مرحبا بك دائما، تبارك الله عليك رضوان. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا رضوان الياسيني أو الفنان رضوان الياسيني، فقرة لوستاغ.